يسيطر على الإعلام هو اللي بيجي يسيطر على على الحكم. هذا واضح. ما نجموا نحافظوا على الحرية هذية المكسب هذية إلا حاجتي أولا مهنية وثنين الاحترام الأخلاقي. المشروع هذا داخل في الإطار هذا اللي نحبه نبدله نحسنه في التعاطي والأداء بتاع الصحفي سواء على مستوى التحرير ولا حتى على مستوى الأخلاقية. مهنة في التعاطي مع ثلاثة المواضيع اللي اخترناهم اللي هي التعاطي مع الإرهاب والتعاطي مع خطاب الكراهية والتعاطي مع النزاعات المسلحة. مرصة أخلاقية المهنة للصحافة المكتوبة والإلكترونية هو يعمل أساساً على رصد خطاب الكراهية، رصد التعاطي الإعلامي مع الإرهاب، بما معناها نحاولنا هنا إنه نكونوا نرصد ونراقب، لا نترصد ونقوم بالمراقبة، لكن فقط نحو دفع الصحفيين والصحفيات ونحو دفع مؤسسات الإعلامية إلى التعديل الذاتي في المقالات. نعتبر أن مسؤولية النقابة اليوم ليست مهنية حرفية فقط ولكنها مسألة أخلاقية، لأن التعاطي الحقيقي مع الإعلام ومع هذا المشروع هو تعاطي مع الجمهور. احنا اليوم نحاول أنه نقطع زملائنا وزميلاتنا في العمل. احنا اليوم نحاول هذا إذا كان الصحفي هو الأداة تعمل أي مؤسسة إعلامية مهما كان خطها ومهما كانت هو الأداة لهذه المؤسسة وهو الذي يساهم في الرفع من جودة هذه المؤسسة. هو بالتأكيد ونحن نتحدث عن مشهد إعلامي تتداخل فيه كثير من القوى، فإن الصحافي في النهاية ليس هو الوحيد الذي يتحمل مسؤولية تلك الإخلالات، فالوضع الاقتصادي والموديل الإيكونوميكي لأي وسيلة إعلام في النهاية هي التي تتحكم في فيما ينشر، كما أنه سوق الإعلانات يؤثر كثيراً على ما ينشر. التدخلات المالية والسياسية والحكومية أيضاً تساهم بدرجة كبيرة جداً في حصول هذه الإخلالات، ولكن يتحمل الصحافي يتحمل رئيس التحرير في النهاية المسؤولية الأخلاقية على ما يحصل، فإننا مجبرين بنفس السياق لحماية الصحافي عبر تعزيز ضمانات حرية الصحافي، ولما يتعزز موقعه الاقتصادي والاجتماعي والمهني فإنه بالتأكيد ستقل الأخطاء، خاصة إذا ترافقت مع وجود مدونات سلوك تحريرية واضحة، أدلة تحريرية واضحة، إذا توفرت التدريبات الضرورية للصحفيين، وإذا قام معهد الصحافة وكل المراكز المعنية بتدريب الصحفيين بأدوارها الضرورية. الأهداف البسيطة هي إلي بوكو بلو نوبل. Notre objectif, c'est d'informer. C'est d'informer et de rechercher la vérité. Il y a des moments où il y a des choses.